يا ساحة الإبداع جئتك عائدا، أيقنت أنك لن تطيقي فراقي. كبرت مصائبنا فقلت مرددا لا بد من بين الكبار تلاقي. خير البناء بناء نفسك أولا في مساحة التحليق بالآفاق. اتعب لجودة صلبها وأساسها واجعل لزينتها أفضل الأخلاق. لتهب عاصفة وتبقى شامخا انظر إلي ها أنا ذا باقي. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طبعا أنا ما أدري من موجود فيه من الشباب هنا، وما أدري من وش اللي حاصل جوا. أنا جايب هدية، الأول متسابق يلقى المكان اللي أنا فيه. هل تتوقعون أحد بيلقاني؟ وشيء ثاني، هل تتوقعون أنهم بيحركون دمهم ويشتغلون معنا ولا بيجلسون راقدين كالعادة؟ يلا خلنا نشوف. أهم شيء تراهم يشوفون جوالات، لا أحد يعلمهم ويننا. اتفقنا؟ اتفقنا. بيض الله وجيهكم. 3 2 1 جو اكشن. يا شباب يا شباب متسابقين الروشن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اسمعوا، انا ادري ان عايشين هنا حياة الشقة، لا اكل زين ولا فقرات زينة والدنيا كلها متبعثرة. عشان زي كذا جايب مفاجأة، هدية قيمة وجائزة كلنا نتمناها، بس الجائزة هذه تبغى لها واحد سريع بديهة، فطن يعرف من أين تؤكل الكتف، واللي ما يدري تؤكل الكتف من وين نصيحتي له ياكل الكتف كله. أنا ما أدري كم أنتم موجودين الآن، لكن هو وين؟ ها؟ لكن أول واحد يجدني بياخذ هذه الجائزة. أنا في اللوكيشن، دوروني وراح تلقوني. اسمعوا، انا ادري ان كل واحد منكم هنا عنده طموح وجالس يتحمل اللي يحدث هنا علشان الهدف اللي يستحق الوصول له وعشان محبينه ومتابعينه. فانا موجود في اللوكيشن، والله العظيم ان معي جائزه وهديه كلنا نتمناها خصوصا في الوقت ذا. لكن من المتسابق الذكي الفطين اللي راح يلقاني الان ويعرف انا وين متخبي؟ لقيته! امشي زين! امشي زين! امشي زين! السلام عليكم! مالي دحل! كيف عرفتوا؟ السلام عليكم! الجائزة! أنا قعدت أسمع الصوت بعيداً عن اسمك! ذكي! والله العظيم! والله أنك ذكي! دريت إنه ورا الشجر! يا هلا يا هلا يا هلا! والله عطنا الجائزة! عشان عبد الله الفريدي فاز يستاهل نشغل له شيلة يلعب عليها! يلا سام! انا راضي انا راضي. لا لا والله الجائزة عند ابو هشام، بجيبها لك وانت تعطي من تبي واللي ما تبي ما تبي. تم يلا شغل شيء. اصبر بس ليش متاخر يا اخوي؟ ليش لقيتني بسرعه؟ يا الله دايما انت قلت انت دخلت فيصله البديهه والذكاء. تعال تعال عمر هذا العيال، ايش رايكم؟ ها بعد الشيء لا تكفى. تذكرون يوم هنا يطقطق علينا انتم مستهترين؟ ترى انا جالس ازرع الشجر من اليوم ما ادري ايش. الحين عمر هذا تو جاي الحين كم ساعه اخوك يا تدري ليش ابو جابر؟ ليش جالس ازرع الشجر؟ عشان اتخبى ورا. يلا 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 الشيله. والله اليوم الشويتي شويتي شويتي مولع والله. كبرتي صج وحلويتي. شوف وش هالجمال الترف وش ذا الرزه. مستغرب ان قلبي يوم انك ياتي ما قال منه يا ينا الحزه. عشان عبد الله الشيله تاخرت شوكه. يمكن عند عزتها قبل شوي سب انت كنت رجلك. شعلوا الشله ما شاء الله. شعلوا الشله ابي يا علايا ويا علايا يا ابو هشام. جاهز جاهز هديه عبد الله الرفيدي. عبد الله الرفيدي انا اسف عبد الله الفريدي بجي اخذها منك الحين نعطيها عبد الله الفريدي. طبعا الهديه والله العظيم انها متعوب عليها. الله عيال جديده. كل شيء جديد بالله. حتى انا ترى بعد ما شاء الله راح اتعبكم. حتى انا يا عيال بعد. لا هذه قديمه. سعود انت من اهل الحسا ويزرع.